نيو تي في نشرة الأخبار ونبدأها بالعناوين. الاحتلال يرتكب محرقة جديدة، عشرات الشهداء والمصابين بين صفوف النساء والأطفال إثر قصف إسرائيل مركزا للنازحين في رفح. 3 هجمات في أقل من 48 ساعة، استهدافات لسلسلة مطاعم في العاصمة بغداد، والداخلية تعفي مسؤولا أمنيا وتلاحق المنفذين. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 40 فلسطينيا على الأقل وأصيب عشرات في ضربة إسرائيلية الليلة الماضية على مركز للنازحين ضمن مدينة رفح وفق الدفاع المدني لقطاع غزة. واستهدفت الضربة مركز النازحين في حي تل السلطان شمال غربي رفح، ومعظم القاطنين هناك من الأطفال والنساء. اللجنة الدولية للصليب الأحمر ذكرت أن أحد مستشفياتها الميدانية في رفح استقبل تدفقاً من المصابين بالجروح والحروق، وأن فرقها تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الأرواح. وأقر جيش الاحتلال بوقوع مدنيين جراء الضربة وسط شن هجوم بري أسفر عن الاستيلاء على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر، وإغلاقه أمام حركة المصابين والمرضى ودخول مساعدات إنسانية شحيحة من الأساس. وأظهرت صور لآثار الغارات الإسرائيلية على مخيم رفح حرائق وبقايا ملاجئ هامدة. وقال جهاز الدفاع المدني في غزة أن العديد من الجثث متفحمة بفعل الحرائق الناجمة عن القصف. فبنسمع الصوت فجأة السماء بتضوي، فكنا قاعدين فبنقول ايش هذا الاشي اللي صار وهيك، فكل العالم فجأة سمعنا صوت، كل العالم بتصرخ بنقول ايش فيه، طلعنا نجري، فجأة ما لقينا الخيمة واقعة مستهدفين خيمة. قاعدين بنصلي، صلينا المغرب يا بحي، وقاعدين بنفرش الاولاد بدنا ننام، ما فيش ولا حاجه ولا اي شيء، ما سمعنا الا صوت عالي جدا والنار ولعت حوالينا، الصغار صاروا يصرخوا، الاولاد كل الغرف اللي حوالينا زينجو، هذا يعني الصوت كان مرعب، حسينا كانه زينجو بدق علينا، شظايا مرقت علينا في الغرف. نزلونا بالطيارات ان نذهب الى المنطقه الانسانيه في تل السلطان. على طول هذا الكلام التزمنا وجينا الى 5 شهور هنا. شايف كيف؟ والامور كويسه. ما شفت الا امبارح المغرب، بعد المغرب مباشره، انا والله قاعد بتعشى بعد صلاه المغرب، الا اقول ايش هذا زلزال؟ نفض الارض نفض.
شهدت بغداد خلال 48 ساعة الاعتداء على 3 مطاعم بتفجيرين وأعمال تخريب. وأفاد مصدر أمني باستهداف مطعم ليز جيلي هاوسا في شارع فلسطين بعبوة ناسفة أسفر تفجيرها عن أضرار مادية، فيما استهدف مجهولون مطعمين تابعتين لسلسلة كي اف سي الأول في شارع فلسطين أيضا، والآخر ضمن منطقة الكرادة بتفجير وتخريب. وتفقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اليوم أماكن الاعتداءات، يرافقه قائد عمليات بغداد وعدد من القادة والضباط، حيث أشرف على إعادة افتتاح المطاعم. ووجه الوزير بإجراءات بينها إعفاء أحد آمري الألويات من منصبه وإيداعه التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه وحجز القوة الماسكة من دوريات النجدة والشرطة الاتحادية والاستخبارات شهرا بحسب بيان للداخلية. أفاد أيضا بإلقاء القبض على عدد من المشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم، فيما تستمر عمليات البحث عن عناصر أخرى متورطة. تضغط القوى السياسية خارج البرلمان لحسم ملف منصب الرئيس، فالتعطيل من داخل المجلس يواجه اعتراضا ونقدا من القوى المؤيدة لمرشح الأغلبية النيابية، فيما تؤثر المماطلة سلبا في أداء السلطة التشريعية ودورها الرقابي. اختلاف فخلاف فأزمة تجاوزت نصف عام، والنتيجة برلمان بلا رئيس، واستحقاق غاب فغابت معه القوانين المهمة، وأصبح الدور الرقابي عنوانا بلا مضمون. خارج البرلمان ضغط سياسي ولقاءات تجمع أصحاب القرار لحسم شغور المنصب والمضي بما تبقى من عمر الحكومة وهي مكتملة الأركان، وبما إن سياسة افتعال الفوضى هي المعطل للوصول إلى كرسي الرئيس، فالحل الوحيد هو ما تقوله الأغلبية النيابية. التقينا بعدد يعني وبعدد كبير من القيادات السنية أنه وصل الموضوع إلى يعني حد أو طريق مسدود أو كسر عظم مثل ما يقال، وبالتالي يجب يعني يحسم من داخل مجلس النواب بالأغلبية العددية، يبقى بعد رأي الأخوة البرلمانيين برأي بأي من المرشحين الأستاذ سامي العساوي أو السيد محمود المشهداني. تحديد موعد لجلسة التصويت على الرئيس الجديد للبرلمان وبالمرشحين ذاتهم هو الخيار الوحيد، ومع مرور الوقت الضائع بلا مبرر تصاعدت المطالب النيابية بضرورة حسم رئاسة المجلس عبر تمديد الفصل التشريعي. احنا اللي نتمنى انه تكون اكو يعني انسيابية في عملية الانتخاب وقبول مسبق بالنتائج. لابد أن قبل أن يدخل الأطراف إلى إجراء أو عملية انتخاب رئيس مجلس النواب أن يكون هنالك توقيع على وثيقة ملزمة بأنهم يقبلون بالنتائج وما يثيرون إشكالات أثناء الجلسة، لأنه بالنتيجة نريد نخرج من الانتخاب بتهنئة الرئيس الفائز وليس بالصراع والعراك ولربما ينتقل إلى المحافظات وإلى مناطق أخرى. المماطلة بحسم رئاسة البرلمان وإدارتها بالنيابة مخالف لقرار المحكمة الاتحادية، إذ نص على عدم إطالة أمد الشغور وإحداث خلل في الموازين التشريعية. لم يمدد البرلمان فصله التشريعي شهرا إضافيا لحل مشكلة رئاسة المجلس، فهل سيحسم الخلاف في الأيام المتبقية؟ أم سيتحول شغور المنصب إلى حالة عابرة تناغم المزاج السياسي؟ من داخل مجلس النواب أحمد مؤيد، UTV. قال ساسة وخبراء أن الضغوط والخلافات تحول دون حسم منصب رئاسة البرلمان، مؤكدين ضرورة عقد جلسة انتخاب الرئيس وإنهاء الانسداد الحاصل لشغل المنصب. اختيار رئيس لمجلس النواب أصبحت معضلة بسبب الخلافات السياسية أولا الموجودة داخل المكون السني، وأيضا عدم التوافق بين الكتل السياسية الأخرى التي هي لم تحسم أمرها نحو شخصية معينة، ولا بد أن تكون هناك معايير لحسم الجلسة وتحديد جلسة حاسمة يكون بها المعيار الأساسي هو تحقيق الأغلبية داخل مجلس النواب والذهاب بتسمية رئيس مجلس النواب جديد. نأمل من جميع القوى السياسية أو التي كانت من عملية السياسية أو خارج عملية السياسية من أن تتخذ قرارات حاسمة وأن يكون خطواتها جادة في إشغال في إنهاء هذا
الانسداد واختيار شخصية لإشغال رئيس مجلس النواب العراقي، لأن الموضوع بات غير مقبول لا شعبيا جماهيريا داخليا ولا أقليميا ولا دوليا. يعني اليوم احنا مؤسستنا الديمقراطية في خطر، يعني عندما لا يتم انتخاب رئيس برلمان هذا يعني ان هناك شاغر، ان هناك جزء من العملية السياسية معطل بغض النظر عن ما يقوم به النائب رئيس البرلمان. وأعتقد تعطيل الجلسة متعمد في المرة الأولى والمرة الثانية. يفترض ابتداء من نائب رئيس البرلمان إلى أصغر عضو بالبرلمان أن ينتخبوا رئيسا لهم ليثبتوا للشعب أنهم ممثلين. تخفيض تريليوني يعصف بموازنة المحافظات، هذا الملف بعد قليل. تخفيض مخصصات المحافظات مثل صدمة للمسؤولين المحليين الذين أبدوا رفضهم لتقليص الموازنة الذي يقوض مشاريع التنمية والخدمات في المدن، وخصوصا أن موازنة البلاد تعد الأضخم على الإطلاق، وتبقى الكرة الآن في ملعب مجلس النواب الذي يعكف على دراسة الجداول المقدمة إليه من الحكومة قبل نحو أسبوع لتمريرها أو رفضها أو طلب التعديل عليها. المبالغ المخصصة للبصرة ضمن موازنة عام 2024 لم تنل رضا المحافظة، إذ أكدت إدارتها أن تخفيض موازنتها سيتسبب بتعطيل المشاريع، فهي لا تكفي لسداد مستحقات شركات المقاولات. التفاصيل نتابعها بهذا التقرير. اعتراضات بالجملة على موازنة عام 2024 في العراق بعد خفض حصص المحافظات فيها. الحصة الأكبر من التخفيض كانت من نصيب البصرة، إذ قلصت موازنتها من 1.9 تريليون دينار إلى نحو 800 مليار. الحكومة المحلية هنا اعترضت على هذه التخصيصات، مستندة بذلك إلى حجم الإيرادات النفطية والمنافذ الحدودية التي تمد بها خزينة الدولة. موازنة البصرة 2.9 تريليون، لكن تفاجئنا بالحقيقة في البصرة عند ورود جداول الموازنة أنه خفضت إلى 800 مليار. البصرة هي أكبر محافظة تمول العراق بالإيرادات، سواء من ناحية إيرادات النفطية والمنافذ الحدودية، وبالمقابل تعامل بهذه الكيفية. لذلك احنا في مجلس محافظة البصرة لا نقبل بهذا الشيء ونطالب بحقنا. ما رصد في موازنة هذا العام سيذهب لتغطية ديون المقاولين المترتبة على المحافظة تبلغ 800 مليار دينار، ما بدد أحلام الحكومة المحلية بتنفيذ خطة مشاريع طموحة بسبب قلة التخصيصات وإجحافها بحسب وصف لجنة الخدمات. شركات العاملة اليوم كلها تعمل بالدين بالبصرة، تطلب الحكومة المحلية ما يقارب أكثر من 700 مليار، حتى تأثير على المشاريع المستقبلية والمشاريع المستمرة. يعني لدينا خطة مشاريع 24، ولكن شو راح نقدر ننفذها، وهذا التخصيص يعني القليل يعني والمجحف بحق البصرة. وفي جردة حساب، فإن البصرة استلمت 30% فقط من استحقاقاتها المالية في موازنة العام الماضي، بينما لم تستلم دينارا واحدا خلال العام الجاري رغم أنه قارب على الانتصاف. وضع مالي ينذر بتوقف المشاريع وربما اندثارها وفق لجنة الإعمار. سوف تتأثر عجلة الإعمار في المحافظة، سوف تتوقف بسبب هذه التخصيصات المالية. نحن لا نسمح بهذا الشيء، كون البصرة هي الشريان المغذي الأساسي للموازنة، هذا الإجحاف لن نسمح به. وللتذكير، فإن آخر موازنة للبصرة تمت المصادقة عليها كانت قبل 5 سنوات، وتحديدا إبان حكومة عادل عبد المهدي. سعد قصي، UTV، محافظة البصرة. رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة شكر العامري قال إن الموازنة المخصصة للمحافظة بلغت 852 مليار دينار، منبها إلى أن 800 مليار منها هي ديون لشركات منفذة للمشاريع.
هذا وضع سيء بالحقيقة، ينذر بخطر كبير على الخدمات المؤدات إلى المواطنين. أما لهذه السنة سنة 2024، لاحظ أنه الموازنة المخصصة للبصرة هي 852 مليار الموازنة الاستثمارية. نحن في البصرة لدينا ديون للشركات، كنا بانتظار الموازنة لكي تعطى لهم شركات المقاولات إلى آخره. مجمل الديون هي 800 مليار، يعني يبقى لنا 52 مليار فقط من أجل هذه السنة. تخفيض حصص المحافظات في موازنة العام الحالي دفع المواطنين إلى التساؤل عن أضخم موازنة في تاريخ العراق، فيما تدرس محافظات عدة تقديم طعون في قانون الموازنة لإعادتها إلى الحكومة من أجل التعديل. تعد محافظة المثنى أفقر المحافظات وأكثرها حاجة إلى التخصيص المالي من موازنة عام 2024. قلة التخصيص دفع الأهالي وخبراء الاقتصاد في المحافظة إلى الاعتراض عليها. 54 مليار دينار من موازنة هذا العام خصصت للمثنى، وهي أقل من موازنة العام الماضي بتخفيض يصل إلى السدس، ولا تكفي لتمويل ربع خطة المشاريع المقترحة التي أعدتها الحكومة المحلية، ما دفع مركز التطوير الاقتصادي في المحافظة إلى تنظيم ندوة خاصة للاعتراض عليها. تخفيض كبير يصل إلى السدس مقارنة بموازنة 2023. هذه المبالغ المرصودة حاليا حقيقة لا تفي بحاجة المواطنين لمشاريع البنية التحتية، وكذلك تترك الحكومة المحلية في حرج تجاه المواطنين. كنا نتوقع أن تزداد في سنة 24، لأن هناك مدور من سنة 23 من تنمية الأقاليم، مبالغ لم تصرف عادت يعني إلى وزارة المالية، وهناك بحبوحة مالية أيضا في العراق الآن بسبب ارتفاع أسعار النفط عن المقدر في قانون الموازنة. ويطالب أهالي المثنى بإعادة جداول الموازنة من مجلس النواب إلى الحكومة الاتحادية لدراسة من جديد وزيادة حصة المحافظة من أجل تشغيل اليد العاملة وإكمال مشاريع البنى التحتية. نحو 400 مليار دينار تقلصت موازنة محافظة نينوى الاستثمارية وسط مخاوف من تأثر مشاريع الإعمار المنتظر إنجازها منذ سنوات. مجلس محافظة نينوى دعا إلى عقد جلسة خاصة للاثنين لمناقشة تخفيض الموازنة وتداعياته على المشاريع ورفع توصيات الجلسة إلى المحافظ. العام الماضي كانت موازنتنا 675، هذا العام 200 وقصور، فأكيد لا تكفي، عندنا مشاريع وأكيد هاي المشاريع راح تتوقف إذا ما قدرنا نحصل قرار بزيادة الموازنة المحافظة نينوى. أكيد سوف تكون هناك جلسة خاصة، وحسب علمي اليوم والسيد المحافظ والسيد رئيس مجلس الاجتماع التنسيقي بين المحافظات راح يطرحون هذا الموضوع على السيد رئيس الوزراء. ويشكل تقليص الموازنة تحديا كبيرا أمام الحكومة المحلية في نينوى، إذ تعاقدت مع شركات لإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة من الحرب، فضلا عن مشاريع خدمية أخرى قد تتأثر بفعل هذا التقليص. أكثر من 1300 دونم تمت إضافتها إلى مشروع المقبرة النموذجية الاستثمارية في النجف، فيما يطالب أكاديميون وصحفيون بالاستثمار في بناء دور واطئة الكلفة للمحتاجين بدلا من الاستثمار في المقابر. من جديد تعود قضية المقبرة النموذجية في النجف إلى الواجهة بعد موافقة إدارة الاستثمار الجديدة على إضافة 1380 دونما للشركة المنفذة بحجة تعديل المساحة الاستثمارية مقابل 2% فقط من أرباح قيمة الأرض التي تقدر بحوالي 2 مليار دولار، وسط انتقادات ورفض أكاديمي لطريقة الاستثمار في عدد من المشاريع. طبعا الموضوع بجانبتين، الجنبة الأولى اللي هي الأهم هي الجنبة الاقتصادية. أي مشروع استثماري بالتأكيد يعني أكو جدوى اقتصادية
تستفاد من خلالها المحافظة، من خلال أرباح، من خلال تشغيل أيادي عاملة، من خلال إعادة المشروع بعد انتهاء مدة العقد. ما نعرف يعني هو أنه مقبرة بعد انتهائها كيف راح يكون الموضوع، شنو فائدة المحافظة الاقتصادية من هذا الموضوع. هيئة الاستثمار حقيقة أنه بمنح مساحة جديدة، هذا يعني أيضا يزيد من اللغط والشبهات الموجودة. هكذا مشروع عليه دعاوي منظورة أمام القضاء، توجد لجان برلمانية، يفترض أنه كان الأولى حقيقة بهيئة الاستثمار أنه تنتظر حسم الموضوع والوقوف على قانونية الإجازة الاستثمارية، ومن بعدها يمكن منح مساحات إضافية. أما الآن في هذا الوقت حقيقة هذا يثير الشبهات، وعلى هيئة الاستثمار حقيقة أن تعيد دراسة الموضوع. ناشطون ومراقبون في النجف يتساءلون عن الجدوى الاقتصادية لمشروع المقبرة النموذجية وفائدة الدولة والمحافظة منه، منتقدين قرارات الحكومة الاتحادية التي تمنح الموافقات من دون الرجوع إلى المحافظة، ما مكن عشرات المستثمرين من الاستحواذ على مساحات كبيرة في المحافظة. يعني التضارب اللي موجود بين بغداد والنجف ضيع علينا مطار النجف تقريبا 17 سنة، اليوم جاي يضيع علينا الدوانم اللي موجودة بمثلا المقبرة النجف النموذجية، إضافة إلى البعض من يعني من المشاريع الاستثمارية الفاشلة اللي لا جدوى من وجودها بمحافظة النجف. ما أعرف بغداد وين تريد توصل بالمساحات اللي جات تنطيها بالنجف. اليوم النجف مو بحاجة مقبرة نموذجية بقد ما بحاجة مجمعات سكنية واطئة الكلفة. ما فائدة النجف من المقبرة النموذجية الأولى حتى تنطيهم قطعة أرض أضافية؟ وزارة المالية نفت منحها الموافقات لإنشاء مقبرة استثمارية، مبينة أنها ما زالت تطالب بأرضها، لكن بلدية النجف وقعت العقد مع المستثمر، ما أجبر الأول على الذهاب إلى المحاكم المختصة. وبحسب متخصصين في الاستثمار فإن أرباح المساحة المضافة إلى المقبرة تقدر بحوالي 400 مليون دولار، لا تدخل إيرادات الدولة ولا تجد المحافظة أي نسبة منها. من النجف حسام الكعبي، UTV. أعوام متتالية تبرز خلالها مشكلة المجاري سمة للواقع الخدمي المتردي في سامراء، فيما يحرك اجتماع مهم المياه الراكدة بمحاسبة المقصرين وتوجيه الشركة المنفذة بالإسراع في إنهاء المشروع وإزالة ما ترتب عليه من حفريات في الطرقات. شوارع محفورة وأنقاض متروكة، هكذا يبدو المشهد في سامراء بعد مرور 3 أعوام على تنفيذ واحد من أكبر المشاريع فيها. توقفات عديدة تخللت المشروع، أبرزها جائحة كورونا، فضلا عن التأخير بصرف المستحقات المالية لاستئناف العمل مجددا. نتمنى يعني نحس بثمار هذا المشروع بإنجاز الشوارع المخدومة حاليا، بإعادتها للخدمة، بتبليط الشوارع الرئيسية اللي تم يعني خدمتها بمشروع المجاري. مشروع المجاري الاستراتيجي يشمل محطة للمعالجة وشبكات للمجاري تمتد إلى جميع أحياء المدينة، إذ تقدر كلفته بنحو 380 مليار دينار، أما نسبة إنجازه فبلغت 85%، بواقع 13 محطة لرفع المياه الثقيلة. علامة المدينة تبقى تعاني من هاي الحفريات والشوارع والتراب، ما عندنا شارع تبليط يعني غير شارع القادسية وشارع الجامعة لأن فعالة المدينة. مشروع مجاري سامراء أنجز كثير من الشوارع في المدينة. احنا نطالب دارة المهندس المقيم مشروع مجاري سامراء تسليم الشوارع هاي إلى بلدية سامراء حتى يتم تبليطها. الناس تعبت، أرزاق العالم تدمرت، الوضعية مال المدينة عبارة عن أتربة. مصادر UTV أكدت أن اجتماعا جرى الأسبوع الماضي بين وزير الإعمار والبلديات والشركة المنفذة والإدارة المحلية أسفر عن إعفاء المشرف على المشروع وإلزام الشركة المنفذة بإعادة مسارات الطرق المنجزة وإكسائها. وتقول الجهات المنفذة لمشروع المجاري إن موعد إنجازه نهاية العام الحالي، إذ يخشى مواطنون من عدم إنهائه وفق التوقيتات المحددة. من صلاح الدين، محمد قادر، UTV. من UTV كانت هذه جولتنا الإخبارية، إلى اللقاء.